درود حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ درود پاک جو شخص بھی روزانہ صبح اور شام اس درود پاک کو 21 مرتبہ پڑھ لے یا سن لے تو انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی وہ آرزو کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری پریشانی اور رنج و غم سے نجات عطا فرمائے گا. ہم اس درود پاک کو انشاءاللہ عز و جل 21 مرتبہ پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ مل کر اس درود پاک کو 21 مرتبہ پڑھیں اور سنیں انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام
عليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته
صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.
صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.